يا عيال ابتسموا، اطق القلابي بعد ابتسموا، اذكر الله اخوكم اللي تشوفونه قدامكم دخل بدون اي شيء معه، طلع بطيب، طلع بعز، طلع بفخر، طلع بمرجله، طلع باخوان، هو داخل ما معه شيء، انتم رصيده. وش بقول من الكلام؟ والله اني ما ادري وش اقول. وش ما شفته بيني وبين اي شخص منكم، انا اكلم الجمهور ما اكلمكم يا اخواني، اخواني احنا خاصين احنا وياكم. وش ما شفته بيني وبين اي احد من المتسابقين اخواني هذولي، تراه شو تراه ولا هو بزعل ولا شيء، وترى ان تحت بث متصافين وانت حابرس بعض. وش يقول يا جبر؟ ما يعين اخوك عذر الله طاحت دموعه، ما يوجع النشمي الا غيبه النشمي. لا ما انا واقف، انتم جلوس انا واقف احترام لكم. اعطني كلمه يا جبر باللي في خاطرك كله وابتسامه قبل الكلمه. وهذه بدايه النجاح، وانت ما ينخاف عليك، قد قلتها لك، وانت قلتها بلسانك ان بدايتي بعد البرنامج باذن الله. الله يوفقك ويسر امورك، وانت ناجح غني عن شهادتي لانك مبدع ما شاء الله تبارك الرحمن، وشهدوا لك اعلاميين حضروا عندنا في البرنامج، فما اقول الا الله يسر امورك وابشر بسعدك في البرنامج. وجهك السعد فالي ولا برا البرنامج، وعدنا كلنا حزام لك لاني ما عدمكم، وانتم حزامي والله انكم حزامي كلكم. بغيت ابطي وبغيت بغصب جنة، والله ما نعدمكم كل ابوكم. البيت اللي قبل شوي يقول يا عيني اخوك عذره لا طاحت دموعه، ما يوجع النشم الا غيبه النشم. جنة والله افدا كل دمعه منكم، كل واحد منكم. والله يوفقك وانا اخوك، كلام متلخبط ومشاعر متلخبط. جنة ما عدمكم انا ليش اول شيء بديت جبر عليكم ولا اقصرون فيكم؟ جبر من الرجال اللي له جميل على ماجد ولا يجحد، جميل الرجال الا الجحود والخلق. يعني في دراسك ما واخوي الصيد جبر اللي ذاك اليوم جاء واعطاني علم وتجمل مع ماجد، والله لو انها كلمه تعتبر جميل في حياتي لين اموت. والله يبيض وجهك ابو راجح على علومك الغانمه. الله يخليك لي. انا والله ما عاد عندي شيء اقوله. انا اليوم تاكدت يوم اشوف الشباب اللي سبقونا، بندر القرقاح، جرم المصارير، وعبيد بن مقبل، وضيف الله العتيبي، تاكدت يوم جو يطلعون يقولون عندي اخوان، والله ان اليوم اني اشوفكم كلكم اخوان. وكل يبين في وجهه والله، ثم والله ما فيكم اللي اقول انه لا، او اني اشيل في خاطري عليه، او اني اقول لا يمكن الرجال ذا ما هو اخو، والله ان كلكم اخوان وكل واحد قدر عندي ازود من الثاني. الله يبيض وجهكم. ماجد عاش معكم فوق الشهر ونص، كسب كل العلوم الطيبه، والله ما شاف منكم الشينه. في بيت عبد الرحمن بن جزي يقول على العموم اللي خويك منا خاوه ولا تستر على ما تواجه، هذا سامح لكم، انا مخويكم ولا استر على ما اواجه، لان كل ما واجه منكم طيب. فانا الى هنا والله ما عاد عندي شيء. جني ما عاد منكم، انا كلي لكم. تبون تشوفون عندي انا بقوم عندك. تعال عندي ابو محمد. لا اجلس استرح انت، انا اقف احترامي لك ابو عقاب. أول شيء أنا اليوم حزين وفارح ثنتين. الحزن فرق أخينا جني ما دامكم ما فرق، لكن راح الهلا وبنلحقه. وفارح محبة الرجال اللي كل منهم طاح دمته. الله يبيض وجيههم. هذا دليل على طيبك وعلى مرجلتك. جني والله ما عدمهم يبشرون ماجد. وأنا قد قلتها وأنت خابر تحت البث أو على البث يوم قلت ما يدري لابس له ثوب مو ثوبه. لكن اخويا يعرفون ثوبه الحقيقي. ماجد انا متاكد يا قناه الواقع انهم مين فرطه فيه. من الرياجيل اللي للقناه، ومن الناجحين، من الاعلاميين اللي بيرفعون القناه بعد الله، هي مرتفعه ما يحتاج. ولكنه مجمل قدم نفسه واثبت نفسه، يمكن عنده المزيد، لكن والله العظيم انه رجال. جني والله ما ادري والله العظيم انك رجال. اقولها في وجهك، انا دخلت بدون رصيد ومليت لي رصيدي طيب ومرجله وكل ما لكن عندك. انا يمكن تشوف قوه عزوم ولا اني ما انا ابكي، انا هذه عاد تنهي قشره اكتم، لكني اتقوى اذا ضيت قوي. جني ما ادري لو انك تقوي منك والله اني صادق، ما عليك والله اتعلم منك. إن واخوانك ذولا كل منهم في خاطر كلمه كل، لكن انت تشوفها في وجههم بدون ما يحكون. والله عارف ان اللي في صدرهم كله غالي ولا جا منك الا الزينه،
صح انك دفش وتعافسهم لكنهم يحبونك كلهم. الحين سلطان اسعدكم على عندي حد انا تعافس انا وياك، كنت عندك مخلط باقي مخلط تعافس انت وياه، ولكن انت رصيد لنا. جني والله ما عدمك. وهم رصيد لك. جني والله ما عدمك. والغناء دي فضلها علينا كبير، خلتنا نكسب لنا ريجيل الرصيد الى ما له مدى. في خاطرك شيء علينا يا سعد ولا على حد منهم؟ انا يا ماجد. انت يا ماجد. انا يا ماجد اذا صار في خاطري شيء جيت الرجال وخلصت انا وياه تحت البث، ولا في شيء مره ترضخه ولا تعلمه؟ دفش لا والله ثم والله ان ما في خاطري على واحد منكم مثقال ذره، ان اللي في خاطري لكم محبه هو زين. اللي جني والله ما عدمت الرجاء. اللي بقوله انهم كل انسان رجال واحد منهم مختلفا معي في ذي الكلمه، والله انك رجال. جني والله ما عدمت. والله انك رجال. والله انك رجال. جني والله ما عدمت ولا عليكم. وانك كفو وانك محزم كل رجال شو يضيق ولا شيء ولا يجي شيء ما نشوف عنده الا ما يجي واقف. شروب يا ابو محمد. حتى خويي اليوم في السجن متغدى انا وياه خسرني، لو داني اليوم كنت اطلع ما دورت غيرك اليوم. لكن اعد لك اخوان وابشروا بي والله انكم حزامي. وكان حد منهم في خاطره هالشيء عتب ولا شيء ياتي ذا الحين ويعاتبك، مع اني ادري ما حد منهم في خاطر عتب. اي واحد يجي هنا يلا يطارح مطارح، اللي بياخذ حقه يطارحني عقبي. طبعا انا خلصت انا ما في مطارح. ما في مطارح. مطارح تكسرني. هذا الله يوفقك. الله يوفقنا وياك. تستدعي حد منكم في خاطر كلمه؟ الله يوفقك يا محمد. حد في خاطر شيء يجي؟ تعال استنى ما تجي تعال. لا لا ما يجاز ما يجاز. إذا خلاص من سلطان اسمع أقول له أنا طلبك ما يجاز. طلبك خليني أقول لك. بعلمك أنا طلبك. أنا بعلمك. قول لي إذا خلاص من سلطان. إزهر. حط الكرسي وشوف العيال اللي في خاطر كلمة بيقولها لك. عاود استريح. زين. تقدم والله تقدم. والله تقدم 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 تقدم. أخلص أنت وسلطان عقب نجلس. تعال هنا. تعال تعال والله تطرحني ولا تطرحني. والله ما أطرح. والله تطرحني ولا تطرح تعال تعال والله أنت والله. والله أنت راجع لي بدارك. وشي الله يسعد مساكم يا الربع. يمكن كلكم تشوفون اكثر اثنين يمزحون مع بعض ويتدافشون ويتضاربون انا وماجد. ممكن يهاوشه ويهاوشني لكن يعلم الله ويشهد ربي احنا تحت البث احنا جالسين مع بعض ونسولف مع بعض ولا في خاطرنا الا الطيب. ممكن اقولها بوجهه انت دفش لكن والله العظيم اني بفقدها الحين. والله اني بفقد دفاشته. ابشر بي. ما يمكن هو اللي يتحملني وانا اللي اتحمله. لكن والله العظيم انه رجال، قلتها في وجهه وقلتها في قفاه وكلكم تسمعون. رجال بالرجال وحصان ولد حصان وطيق لسان. والله العظيم انك كفو، واقولها في وجهك وفي قفاك. والله العظيم احنا بنفقدك. لكن ابيك تعرف شيء واحد انك غالي وتبقى غالي. جن والله ما عدمك. والله يوفقك ويسهل امرك. وانتم والله السعد الماجد وانتم محزمه وانتم كل ما يملك والله. والله اني دخلت وكسبتكم ما عاد ابغى شيء من الدنيا. الله يجعلك في الجنه يا ابو نايف، لكن ان اخوك ما في خاطر عليك متقال ذره. وانت كذلك ما في خاطرك مثقال ذره ما طاير مع البعض. انا عني والله ما في خاطر الا لكم الا المحبه. والله ما لكم الا المحبه. الله يجعلك في الجنه ما اقدر اقول شيء. والله العظيم خاطرك شيء علمني. خاطري بفقدك. لا جني والله ما فقدتك. جني والله ما فقدتك. عليه انت يا ماجد. جني والله ما عدمك انت الشباب كلهم. الله يوفقنا وياك ويبيض وجهك. الله يوفقك. الله يوفقنا وياك. الله يوفقك. سهل امرك يا حلال. بالتوفيق. كنت مسوي خطه الاسبوع الجاي انا وياه نطبقها الظاهر انا وياه كلنا الاسبوع الجاي كلنا الظاهر الاسبوع الجاي. لكن ابى اقول اخوي ماجد مبدع ونجم والله نسفت منك الكثير. جن والله ما عدمكم. اي والله اتعلم منك وتحملت انا في اشياء كثيره وحنا تحملنا اشياء كثيره فيما بيننا، لكنك جبل وقوي ما شاء الله تبارك الله. وعارف ان ماجد يوم من الايام بيكون في اعلامي في احد القنوات وان شاء الله قناه الواقع باذن الله. كان لي الفضل ولا جيت وصلت الى مرحله الاعلامي تراه من خبراتك. الله يبيض وجهك. الله يقصرون فيهم كلهم. يوفقك يا ابو نايف. ثق ان معك كلنا جميع. ثق ان الجمعه الواحد السبت الجاي ان شاء الله واحد مودع. الله يوفقك. الله يوفقك ان شاء الله. والله ما ودي واحد منكم يطلع لن يا اخي يا اخي قسم بالله مجموعه ما ودك واحد يطلع منها. والله اني اقول صادق. من ال 24 مجموعه والله ما ودك ان الواحد يطلع منها، ودك ان 24 لين النهائي على قول ترشيد كلهم ياخذون الاول يمشون امشوا. الله يوفقك يا ابو نايف. لكن على قولتهم سياسه برنامج ويسر لك ابغاك. اللهم امين يا حبيبي. كذا انا وياك. انا وياك كذا ولا كذا؟ ما ادري انت ابخس كيف. لا هذه حق السعد الطويل. الله يوفقك ان شاء الله. امين وياك. والله اني مرتاح. والله اني مرتاح. Oh.
أبو عبد الرحمن. نعم الرجل. تين الله ما أدم كلامك. كلمة الرجال تراها محسوبة عليه. وأنا يا نواف ماني بمدح الرجال أما قدام إعلام ولا قدام كاميرا مجامل. لا مدحته فأني أدري إن كلمتي محسوبة ولا أحطها الله في رجال يستاهل. رجال وسنافي ما عليك زوجة أبونا عبد الرحمن وكل الكلام اللي قالوه العيال فيك والله العظيم إنه فيك وهم صادقين كأنه الله ما عدم ما أحد جملك في حرف ولا أحد جملك في كلمة قدام شاشة ولا قدام جمهور أنت فعلا القلب النظيف والسريرة الطيبة وهذول أخوانك وابشر بنا لا من بغيتنا فالبرنامج ولا غير البرنامج نحزم يا عبد الرحمن وعسى الله يوفقك التوفيق الطيب اللهم امين وياك وقدامك نجاح وقدامك جمهور وقدامك ابداعات وانت على ما قال مسكت الطريق وحصان وعسى الله يوفقك اللهم امين ومن يقول ترى الخروج من هنا فوز والبقاء فوز اكبر لكن انت متى ما طلعت من البرنامج انت ويمينك انتوا يمينك وظهر مع الرهيجين الله يعافيكم اتعلم منكم والله جني والله ما ادمكم قبل شوي ولكن عندي اضافه بسيطه العيال قالوا باذن الله انك مقدم في قناه الواقع وانا اراهن عليك يا ابو نايف انا اصغر منك سن لكني اتعلم منك طالع جني الله ما ادمك والله العظيم اللي يقوله صادق عليك زوجي براجي مبدع طلعت اعطيتني مجال يعني في دراسه انا ايش اقول اللي ما سوى ماجد انت الله يوفقك وننتظرك ان شاء الله في قادم الايام احنا طلعنا في 24 ساعه وشفنا ابداعاتك وش عاد وين طالع النهار جني الله ما ادمكم فالله يوفقك يا ابو راجح واعيد واكرر ابشر والله بسعدك جني الله ما ادمكم بشر سلم منشر ها ابو مصلط ها الزوزي اسلم آه ما فيك حيل انت اسلم الله يوفقك اللهم امين ما يقول والله يوفقك حيلان يا حبيبي ويسر لك امرك بداية النجاح وانت قدها وإعلامي قادم للساحة بقوة إن شاء الله بدون كسور بالعيال بإذن الله الله يعافيكم إن شاء الله أن أنا أفرح بالقريب بإذن الله الله يوفقك اللهم أمين من يقول أبو بندر أخوي الكبير أرحب يا نايف اللي تعلم منها الشيء الواجد مع الرجول وش في خاطرك؟ سالف في خاطرك على أخوك؟ لا والله والله إن قلبي من البعد والفرجة حزين فاقد اللي سيفني سلفي وارتلق يا رفيقي يا ابن عمي لشانت ما تزين هو بقى في خاطرك شي ولا ما بقى ما يهز الطيب إلا فراق الطيبين وان طيب جعل راسي وراسك للبقى لا تخليني على حطة يدين السنين والله إن دورات الأيام قشرة ومحجة هادي في راسك علوم جداني تبي لا تخيب هجوة اللي هجابك لها أنت ابو نايف مبدع ولا تحتاج والله شهادة من أخوك أنت مبدع في نظر الشباب هذول كلهم وفي نظر كل واحد يعرف ماجد أنفعي أنت مبدع وقدامك الطريق وهذا انطلاقه والله يوفقك وأنا أخوك يسهل دربك وياك أبو بندر والله يسهل سارك ولا عليك زود وبشر بي في ذمتي أبشر بي أبو بندر مرحبا أبو نايف أحلى الشباب اللي كان صديقي أول يومين بعدين سحب علي راح سوى ثنائية مع سلطان الوهبي لا والله كلكم واحد جعني الله آدم جعني ذاك أبو ما ادري ايش اقول لكن من الرجال اللي ابتسامته ما تفارق وجهه على ما يشهدون رجال ولا كلهم تني الله ما هذا واحد اثنين رجال خاطره وسيع اخو شمه واللي بفقدها انا شيء واحد كلاي بترتاح الحين ولكن انك نجم ولا انت بتحتاج منا المدح انت كفو وحصان مثل ما قال سلطان تني الله ما التوفيق والتوفيق فالك ابو نايف دخلت قلب ماجد من اول ما شافك يعني ذاك يوم جيت ضيف ذاك اليوم تعال من قبل تدخل معنا متسابق تعني في ذاك ابو نايف لكن الله يوفقك ابو خيت تأكد اني اتعلم منك الشيء الواحد تعني في ذاك الله يوفقنا وياك تعال امرك طويل هذا ابو نايف هلا يا ابو هادي الله يبقيك انت مبدع يا ابو نايف وشفنا من الابداع واجد وباقي عندك واجد وانا اقول القناة الواقع وهم مبخص الرجال لا تفوتونه تعني الله ما ادمك لعلك زد وعز الله انك فقيتنا على انا يا ابو نايف الله يعافيك لعلك زود ماني فقيت انا رايح احتريكم برا لكن ان شاء الله رايح بجهز لكم الشبه وبجهز لكم ان شاء الله كل ابوها شهر ولا شهرين كثير وحنا عندك اسف لك التوفيق والله الله يوفقكم ويكتب لكم اللي فيها الصالح يا ربي يا مرحبا يا ابو نايف مرحبا يا مسعود
عز الله صدق اللي يقول معرفة الرجال تجارة. أنت أبو نايف راسك طيب وعيلك طيب ومن ربعن طيبين وعز الله جملتهم جملت القبيلة وجملت أخوياك المتسابقين اللي معك في البرنامج. تني ما عدمك والله. جلحن والله ما نفقدك يا رب العالمين. اللهم وبإذن الله إن شاء الله أنك تطلع وهذه بداية انطلاقتك وبداية النجاح. بإذن الله. وترى ما بقى إلا 50 يوم وبترجع وبنجتمعن وياك ونبغي إلا طلعنا برا نشوف ماجد أحسن منا كلنا في التواصل الاجتماعي. بإذن الله ماجد ما بطيب منكم والله إنكم بطيب منه ورداكم. وجال ربي يوفقك يا أخوك. كيف حركتنا هذه؟ تعال نسى تعال. تعلمين إحنا بنسويها الأسبوع الجاي رياكشن جديد. لا هنا يلا. 1 2 3. أولاً يا ماجد. ما والله ما عاد. لا حد والله ما عاد أسويها والله ما أسويها لين أطلع من البرنامج. جاني الله ما عاد أنكو. لا زينة. أجل هذه زينة. عشان تعجبني ماجد. سلم محمد. أولاً أنا والله المشاعر إنها انطلقتها ماجد من الناس يا طول عمر الطيبين اللي واجهناه والكفو وكل العلوم الغانمة والله ثم الله أنا فيك والله ما أقولها عشان قدام خوياي ولا عشان قدام كاميرا ولا عشان قدام كان قد قلتها لك تحت البث وعلوم غانمة معنا كلها. أنت يا طول عمر لك شخصية عجبتني صراحة، عندك كاريزما عالمية، عندك فصاحة في الكلام، فأنا أشوف مستقبلك برا ما شاء الله تبارك الرحمن تراك تبحر في بحر الإعلام. عليك زوج جنة الله ما عدمك. والله العظيم انك فقيده. شوف المتسابقين اللي يطلعون من البرامج الواقعيه تراهم هم اللي يفقدون خوياهم، لكن قسم بالله ثم قسم بالله ان حنا اللي بنفقد كل مره. جنة والله ما عدمك، جنة والله ما عدمك. ولا تفقدون غالي، وانا تراني ماني برايح، انا رايح وبتحرك. هالمشكله بتحركم وانتم في علم طيب وكلكم تتنافسون على علم طيب. جعل عمرك مره ما انت فاقدين ولا اني فقدتكم كلكم وانتم لي. بكره وبعده كل واحد بيطلع يا طول العمر، وابشرك انك كسبت قلوب الرجال ذا كل ابوها. الله يعافيكم ويكثر فيكم ويطول لي في عمرك. التوفيق يا ماجد. جن مع عدمك اللهم من وياك. لا انت ابو محمد. من اوائل الناس اللي انا تعرفت عليهم في التصفيات. كسبت رجل بما تعني الكلمة. هو رجال من ظهر رجال من قبيلة منبع الرجال. والله 7 عام يا أبو نايف. تين الله ما دمك عليك زود أبو هتام. الكلام ما يوفيك حقك يا أبو نايف. احترامك وتقديرك لي سواء على البث ولا تحت البث هذا والله أنا محل اهتمام وتقدير عن تركي ولا راح أنساه، وهذا أعتبره جميل منك. الرجال هذا إذا شافني بقوم بجيب شيء قام هو قومة حصان أنا بجيبه، إذا شافني الإصابة ذيك المرة يوم جتني الإصابة هو الرجال هذا هو اللي عالجني هو اللي لف اللف وبفقدك إصاباتي كثيرة أنا. أبو نايف والله الأشياء كثيرة اللي بيني وبينك، لكن بإذن الله أننا طالعين من برا ونكملها أكثر وقت. بإذن الله. الله يوفقك وأنت إنسان ناجح وإعلامي ناجح وكاريزما ناجحه يا ابو نايف، وهنيك يا حبيبي. الله يوفقك ويسلمك دربك ان شاء الله. تاكد انك كل ما صار بيننا زي ما تقول مناقر والله انه يزود غلاك اكثر ما ينقص. فاجعني والله ما عدم هالوجه وهالتان ويخليك الماجد. ابو هادي هذا حجر ابو نايف. هلا هلا غلا ربي يوفقك. اللهم امين وياك. وانت ما عليك فوق، وانت حصان يا ابو نايف. جني ما دامك مالك زود وجعل ربي يوفقك ويسر امورك وتاكد ان مكتوب لك نخيره. اللهم لك الحمد. وانت ان شاء الله انك بتبدع في الايام الجايه. سلامتك. الله يعافيك وبيض وجهك. كل عليك زود يا ابو هادي. وجهك. حلف يا ابو نايف. ارحب. يقول انا اشهد ان الفارق يصف الرجال. ما في الرجال نوقف محله. ابشر بي والله. انا اشهد بالله يا ابو نايف. ولا اقصر الشباب ويقفون كانهم كلهم ماجد. انك مثلت وانا واثق بهالشيء. مثلت جماعتك والعرب اللي وراك خير تمثيل. حنا بنفقدك في البرنامج، لكن تأكد إننا متقابلين إن شاء الله على خير بعد البرنامج. وأنت نجم ومبدع. ما هو بنت اللي تبحث عن نجومية، النجومية هي اللي تنادي ماجد. الله يبيض وجهك. أنا المجد والأمجاد. تعرفني. تعرفني. أنا أشهد إنها تعرفك يا أبو نايف. جني معك. وطريق النجاح قدامك. تأكد إن هذه بداية السير نحو طريق النجاح. اللي حصل كله هذه البداية هنا.
خروجك من البرنامج هو بدايتك، لا تحسب انها النهايه. ذا انت اسمها ذا ستارت، البدايه هنا باذن الله. الله يوفقك يا ابو نايف. الله يعافيك يا ابو عايد، الله يهينك وما عليك زود، ما بينظر فيك. اسلم يا حبيب قلبي انت يا طاهر، والله مهما بدأتك ما بوفيك حقك. جني والله ما عدم هالوجه الطيب، مهما تكلمت ما بوفيك حقك. لا اقول الله يحفظك اللهم امين ويوفقك، وتاكد كل التاكيد انك بتكون من ضمن العالمين اللي بيكونوا في البرامج القادمه يا حبيبي. أسأل الله لك التوفيق يا حبيبي. وياك وياك يا طاهر. أيمن ما بي ما بي ما تبي تقول شيء، بس أبيك تقول كلمة واحدة. إذلف. والله ما أدري شو. يلا قول لي إذلف. أقسم بالله يا أبو نايف، أنا اليوم تأكدت إن قلبي رهيف. أنا قبل عبالي إن قلبي ماشي. تعلمنا في قلبك ليش نحبك، إلا أننا نعرف قلبك يا أيمن. أي أمس حذفتك بالمسبح. أمس بغيت تتماسك أنا وياه في الغرفة يريجين، بس فكنا الله. أسلم. أولاً الله يوفقك، أسأل الله يفتح عليك باب رزق. اللهم آمين وياكم جميعاً. من يسمع؟ أنت بطل واستمر، أقسم بالله يا 24 اللي راه طلعوا واللي موجودين، أقسم بالله يا كلهم معك. جعلني الله معك. وإخوانك، وتأكد إنك محزم مليار. يا حبيبي يحزم الله يوفقك. ولا أخلى منكم يا أحبائي. كفو. عندك ولا عندي؟ عندك يا أبو طاحوس. في كلمة قالها رجال قبل فترة، ودي إني أقولها الحين بس ما تصلح. لا لا خلها. خلوا وقت ثاني. اسلم. لكن والله ونعم يا ابو نايف. جن الله ما عاد نعم الرجل ونعم الخوه. والله ما عاد ندري وش نقول، لكن تذكر احنا معك وابشر بسعادتك وفالك ان شاء الله توفيق. اما بالنسبه لي انت خابر، عادني بكر عليها وبزينها. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك، الله لا يهينك يا ابو طحس. الله يهينك. والله نعم الرجل. جن الله ما عاد. اليوم دخلت معنا خليتنا كل ابونا نحترم ماجد نايف بطيب راسه ومرجلته الكايده اللي ما هي شوي. جني ما عدم. اي والله نقول صادق. لا بالله انك مدرستنا هنيه، بالصبر والتحمل وبالسكوت. رجال ما انت شوي. عز الله انك كفو وطيب راس. ما تحيي الله عدم ولا عليكم زود، واتعلم منكم. ابى افقدك يا ابو نايف بالعلوم اللي انت خابرها. شربي. والقهوه. ازهل وشربي. لا تشيلها. جني والله لا تشيلها. و الله يوفقك يا امير. اللهم امين. ومن يقول وترى اللي في صدرك اكثر من الكلام واعرفه. اي بالله. جني ما عدمك. يعني والله يجزاك. الغالي اخو الغالي. اسلم. شاعر ومبدع ومطلق ورجال. ما عليك زود يا ابو سعد. تجمعت فيك الخصال الحميده. بو نايف. تخضع لك رجال وجبال من طيب راسك الحصان ووليد. جني ما عدمك ولا عليك زود يا ابو سعد. جني ما عدمك ولا عليك زود. والله ان الكلام يوقف عندك، ولكن انا ما اقدر اقول كلمه لانك انت ادري ايش في خاطري. لا ولا بك تقول شيء ولا يحتاج، لانك انت بتتعبني ترى. الله يوفقك يا ابو سعد ويصح لسانك، وابشر بماجد. لا ماده ولا حال ولا وش بغيت من ماجد، والله انك تبشر. والله 70. الله يبيض وجهك يا ابو سعد. 70 نعم. لا طلع سواء بكره ولا بعد. الشيء اللي انت خابر تصرح به في التواصل الاجتماعي للجمهور على خشمي. ما بك تصرح به الحين على خشمي. صرح به بكره ولا بعد على خشمي. غيرها شيء ثاني على شيء على خشمي. ما ينفهم عليها رجال وبينطق. الله يبيض وجهكم ولا يهينكم. تاكدوا ان اخوكم براء وتحراكم. اكسبوا العلوم الطيبه وجني. احبر والله احبر. انا حلفت. انا حلفت والله حلفت والله جني. جني والله ما عدمكم براجع. الله يوفقك. اللهم امين وياك. كمل كمل المشوار. الله يوفقك. ترك الاعلام المميز يستاهل. اللهم امين. من يقول خلوكم انا رايح.